حوار آخر من خلال الأهلي الليلة مع واحد من أبناء النادي الأهلي ولاعبيه السابقين، مدافع متميز وتألق في خط دفاع النادي الأهلي في مرحلة سابقة ولكنه لم يستمر طويلا. إيه أسباب عدم استمراره مع النادي الأهلي وكيف يقيم تجربته في الملاعب مع عدد من الأندية الأخرى بعد خروجه من النادي الأهلي أو ابتعاده عن كرة القدم في النادي الأهلي، وأيضا رؤيته لمشوار الفريق في الفترة الجاية والتعاقدات والصفقات الجديدة وفرص الأهلي في البطولة الأفريقية إن شاء الله اللي انطلقت مبارياتها في دوري المجموعات بالأمس، وفوز الأهلي في أولى مبارياته وأولى محطاته الكروية في دوري المجموعات على فريق بيتا كلاب الكونغولي. معنا في الأهلي الليلة لاعب النادي الأهلي سابقا كابتن عبد الإله جلال. مساء الخير يا كابتن عبد الإله وأهلا بيك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. أنا أسعد. هسألك الأول بعض الأسئلة الشخصية، يعني أنا لسه كنت بقول لك قبل الهواء أن أول ما الاسم وأول ما قلنا هنلتقي بيك قلت من اللاعبين اللي كانوا قريبين جدا في يعني لحد وقت قريب قوي في الملعب سنك صغير. تقييمك مع التجربة، وكنت ظهرت بشكل مرضي جدا للجمهور، الجمهور كان شايف أنك مدافع قوي جدا وتميز جدا وفنيات الكرة عندك مش قليلة، ودي مشكلة بتبقى عند باكات كتير في مصر. إيه سبب عدم استمرارك رغم أن الناس كانت متفائلة جدا بوجودك في خط الدفاع؟ يعني الحمد لله، طبعا عايز أقول إنها أسباب كتير، يعني عايز أقول الأسباب كتير وكلها داخلة في بعضها. يعني منها مثلا لو نتكلم فنيا، الحمد لله الواحد ما قصرش خالص في أي تمرين، في أي مباراة ودية، في أي مباراة رسمية، وزي ما حضرتك بتقول كده إن الواحد ظهر في وقت كان فيه عمالقة كل واحد يشيل فرقة لوحده. يعني كابتن وائل جمعة، كابتن عماد النحاس، كابتن أحمد السيد، كابتن شادي محمد، ناس كتير مش عايز أنسى حد، يعني كابتن محمد صديق، كابتن رامي عادل، كل دول ان انت تظهر في وسطهم وتظهر وتلعب وتتالق في وسطهم برضه منافسه صعبه. يعني انا عايز اقول لك ان جه في وقت من الاوقات يعني يعتبر نمره 6، فانت من نمره 6 تبقى نمره 2 او نمره 3 في جوه الموضوع، فده حاجه كويسه. فالحمد لله الواحد كان بيجتهد وبيلتزم في تمرينه وبره تمرينه الحمد لله، وزي ما حضرتك بتقول برضه ظهرت بشكل كويس في وقت كويس. لكن بعد كده انت بتخش في عوامل تانية، جايز مثلا جهاز فني مثلا بيعتبر ان انت لسه صغير فمحتاج خبرات فبتزود خبرات. طلعت في يعني بعد الوقت اللي هو تألقت فيه، فطبعا في وقت ان انت بتدور ان انت ايه، النادي الاهلي عايز يستمر في خط البطولات ودايما عايز اصحاب الخبرات الاكبر او اللاعب الجاهز. مستر مانول في الفتره دي يعني قرر ان هو ان انا اخرج بره اعاره النادي الاتحاد السكندري، فالحمد لله برضو مشيت بشكل كويس مع نادي الاتحاد السكندري. بس الظروف برضو ان انت ترجع النادي الاهلي برضو في ظل الكوكبه دي موجوده صعبه جدا، صعبه في ظل ان انت برضو النادي الاهلي نادي بطولات فبيدور برضو على الخبرات. طب بصراحه لما بتخرج من النادي الاهلي وتبقى طموحك انك تكمل مع الاهلي بتروح نادي تاني مع كل احترامنا والانديه الجماهيريه لكن نادي نوعا ما امكاناته اقل، هذا النادي او ذاك، هل بتبقى عندك تحدي وعندك حافز ان انا عايز اثبت للنادي الاهلي والجهاز الفني المسؤولين انا استحق ارجع واني زي اللي موجودين ويمكن افضل، ولا بتفقد جزء من حماسك فده بياثر على مستواك؟ ده طبيعي، اي حد بيخرج من باب النادي الاهلي بعد ما بيشوف الكيان ده كله وبعد ما بيلعب للنادي وبعد ما بيلعب ويتمرن جوه كيان النادي الاهلي لازم غصب عنه مش برضاه في كل مباراه بيبقى عينه على ان هو مباراه النادي الاهلي، ان انا لازم اثبت ان انا كنت كويس وان انا جدير ان انا اكمل في النادي الاهلي. دي كلها اسال اي لعيب كده كان في النادي الاهلي ودي البطوله الخاصه فهي دي البطوله الخاصه بتاعته. اما بالنسبه للتحدي فهي التحدي بالنسبه لي، انا بتكلم بشكل شخصي عليا، انا مفيش زي ما قلت لحضرتك كده مفيش تمرين باثر فيها، مفيش مباراه وديه باثر فيها، مفيش مباراه رسميه باثر فيها، بجانب ان انت بتستنى الفرصه ان انت برضو ترد حاجه من الحاجه اللي انت فقدتها بشكل مش لازم تبقى بشكل مباشر، بس على الاقل مثلا ممكن يجي لك ظرف ان انت تحسن المستوى اللي انت كنت فيه، تحسن النادي او نوعيه النادي اللي انت بتلعب فيه، حتى الدرجه ممكن مثلا ممكن بتلعب ممتاز بي او الدرجه اللي انت بتلعب فيها عايز ارجع ممتاز عايز تعلي عايز تعلي الدرجه بتاعتك. لو انت مثلا مع احترامي كل الانديه اللي انا لعبت فيها، لو انا بتكلم مثلا يعني مثلا نادي الاتحاد بيتصنف مثلا من انديه وسط الجدول، فانا عايز حاجه تكون بتنافس في المربع الذهبي عشان طول ما انت في المربع الذهبي العين عليك سواء من منتخب الناس مصر متابعه او برضو الاعلام بيبقى ليه سبوت كده على الانديه اللي هو زي ما بيقولوا كده المربع الذهبي. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى اما بقى الظروف برضو من ضمنها وكلاء اللاعبين، كلاء اللاعبين في الوقت اللي لسه ما بتكلم قبل الهوا يعني بقول لك ليهم سبب
ليهم سبب من ضمن اسباب رئيسيه برضو ان هم ليهم تاثير على ان اللاعب ده يروح هنا واللاعب ده ما ياخدش فرصته كامله في سواء جوه النادي او في نادي تاني. ليه ممكن يبقى مثلا وكيل لاعبين مش مهتم باللاعب فلان ومهتم بلاعب تاني او مديله لو هم على نفس المستوى؟ هو القصه كلها يعني وكيل اللاعب بيدور دايما نمره واحد الاساس الماده. قالوش ان هو بقى عبد الله جلال ده يلعب في النادي ولا لعيب مش كويس، وخاصه كتر الموضوع ده في الوقت اللي احنا فيه ده، يعني في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول بالذات بدات تكتر قصه ان وكيل لاعبين وكيل لاعبين، بس انهي بقى وكيل لاعب بيدور على مصلحه اللاعب فعلا وانهي وكيل لاعب فعلا اللي بيدور على مصلحه النادي، يعني دي بقت مختلطه. انا دلوقتي مثلا انا بكلم مثلا وكيل لاعبين مثلا سي مثلا بعد دمنهور بعد السنه بتاعت دمنهور بكلمه قال انا عرضتك على الانديه ما فيش حد عايزك. طب هل يعقل ان انت لو عبد الله جلال اتعرض على انديه الدوري الممتاز كلها او الممتاز به هيترفض؟ دي سبب من ضمن اسباب برضو ان في انديه وفي مدربين بتخاف من اللعيبه الاسامي، في لعيبه او في مدربين بتخاف من اللعيبه الاسامي تقول لك ايه اللعيب ده مش عارف اللاعب في الاهلي فمعتبر نفسه نجم مش عارف اتعامل معاه عايز لعيبه ما عندهمش خبرات مع انديه كبيره، وفي انديه كمان بتخاف ان مثلا يقول لك ايه اصل عبد الله جلال هيطلب مبلغ عالي عشان اسم، في حين ان انت ممكن اصل هي عمليه تفاوض وانت محتاج ايه؟ هل انت فعلا محتاج عبد الله جلال ولا مش محتاجه؟ وهل انت فعلا قد التعاقد بتاعه؟ طب ممكن طيب من وجهه نظرك ايه اللي ما كانش بيساعد على فكره رجوعك لنادي من انديه القمه في الدوري الممتاز سواء لو رجعت النادي الاهلي او نادي منافس له من الانديه اللي دايما في الصداره؟ هل اصابات؟ هل حاجه عطلت مشوارك؟ هل الحافز نفسه قل لما بعدت شويه عن دايره الرجوع او احتمالات رجوع النادي الاهلي؟ ايه السبب؟ لان امكانياتك كلاعب اول ما ظهرت كانت مميزه جدا، واحنا بنشوفك مع الفريق الاول لاول مره. انا عايز اقول لحضرتك يمكن هو سبب، هو يمكن السبب الرئيسي قله ظهوري في الوسط الاعلامي، هو دي ده سبب رئيسي. يعني انا بالنسبه لي انا ما عندكش علاقات في الوسط الصحفيين؟ ما عنديش علاقات، انا كنت عندي مبدا، او يمكن في ناس زهقتني من الموضوع ده. كان في بعض الصحفيين كده اللي هو ايه وانت لسه صغير في النادي الاهلي فبيبدا يستدرجك ان هو يعرف اخبار الغرف المغلقه زي ما بيقولوا كده، فانت صغير فلما يقول لك كلمه يقول لك انا هنزل لك خبر عليك مش عارف ايه. انا اصرت ان انا ما بكونش انا كبش الفدا ان هو ان انا اطلع سر اللعيبه. مشكله كده حصلت، خلاف حصل قبل المباراه، بتصيد الحاجات دي. دي ده جزء. الجزء الثاني اعلاميا برضو انا مش ممكن تكون علاقاتي محدوده شويه. ثانيا اللي هو ايه ما بحبش الظهور الاعلامي كتير لا مش الظهور الاعلامي، اللي هو ايه بحب اظهر زي ما حضرتك كده اللي هو اتكلم في حاجه مفيده، لكن هظهر عمال على الفاضي وعلى البطال كده ما بحبش. فما كنتش من الدايره اللي من ممكن الدايرة تبقى موجوده كتير قدام، لان في لعيبه كده، وفي في يعني لعيبه بتفضل كده، بتحب الشو الاعلامي قوي، بتحب انها تظهر كتير في الميديا والاعلام والسوشيال ميديا والكلام ده كله. انا طيب مش من النوع دي. كابتن عبد الاله قول لي رايك حاليا لو اتكلمنا شويه عن مشوارك، بنتمنى يعني طبعا تجربه جيده لك حتى لو قررت بقى عالم التدريب. انا ما اعرفش لسه، احنا عايزين نختتم الجزء ده من الحوار. هل فكرت هتبقى في السلك الاداري للانديه في الاجهزه الفنيه في يعني مهمة إدارية في كرة القدم ولا تدريب ولا بعيد خالص عن كرة القدم؟ لا أنا إن شاء الله ناوي على تدريب إن شاء الله. يعني بعد ما بطل كرة إن شاء الله حتى يعني في خلال الفترة اللي جاية ببدأ أحضر نفسي واحدة واحدة برضو، وأخد الدورات بتاعتي كمدرب كمدرب يعني حاجة تدريجية يعني كده إن شاء الله. وإن شاء الله الواحد عنده طموح زي ما كان عنده طموح في الكورة برضو أو كلاعب، عندي طموح كمدرب، سواء هي تدريجية بقى مدرب مساعد أو مدرب عام أو مدير فني، لغاية ما توصل لطموحك اللي أنت هتحاول اللي مقتنع أنه مناسب لقدراتك يعني أو اللي مرضي بالنسبة لك إن شاء الله. طيب النادي الأهلي، البطولة الأفريقية، التعاقدات الجديدة، شكل التعاقدات والصفقات الجديدة، التغيير اللي بيحصل في فريق كرة القدم في النادي الأهلي، رأيك فيه؟ بص، طول ما النادي الأهلي بيدور على بطولات وطول ما النادي الأهلي اسمه نادي البطولات فأنت محطوط تحت ضغط، سواء اللي موجود أو اللي جاي. يعني أنا بشفق جدا على اللعيبة اللي هي يعني ربنا يكرمهم يكونوا عند حسن ظن الجماهير، يعني
زي حسين الشحات وزي حمدي فتحي، ببارك له طبعا على الهواء ياسر يعني. ابراهيم وحمدي فتحي الناس دي كلها بشفق عليهم ان هم مطالبين في اقصر وقت ان هم يثبتوا انه عملوا فرق معنا بارتداء فانيلة النادي الاهلي. دي نمره واحد. نمره اتنين ان هو يصنع الفارق زي ما حضرتك بتقول كده، يصنع الفارق ويظهر بشكل كويس سواء على المستوى الجماعي او المستوى الشخصي ليه هو كمستوى فردي. الحاجه الاخيره ان هو لازم عشان يصنع الفارق لازم يدور على بطوله، وطموحه دايما يدور على بطوله. احنا كنا في الوقت اللي احنا الواحد وهو بيلعب في النادي الاهلي جوه النادي الاهلي كان في مجموعه مميزه جدا، مش عايز اقول لك ان احنا محتاجين قائد، بس كلنا لمين بعض، الصغير مع الكبير والكبير مع الصغير، الكبير بينصح الصغير ان هو في اقرب فرصه يكون موجود ويحتضنه، والصغير بيسمع كلام الكبير من غير اي اعتراض اللي هو حاضر ونعم وبينفذ. فدي بتفرق كتير. الفتره اللي فاتت معلش من بعد اعتزال كابتن حسام غالي، مش عايز اقول برضو انا عشان الكلام ما يتفهمش غلط، النادي الاهلي مفتقد لقيمه الليتر حسام عاشور، لعيب كبير جدا جدا، بس دوره لازم يبقى اكبر من كده. وانا بقى يعني انا حتى بقى يعني بنصحه على الهوا لازم دوره يبقى اكبر من كده. مش بتتكلم هنا عن قيمته او خبراته كلاعب، لا 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 لا، بتتكلم عن السمات الشخصيه نفسها، السمات الشخصيه انه يحرك الفريق كله، يحرك الفرقه ويكلم الناس كلها ويبقى فيه تحميس للفرقه ان هو لازم باستمرار فيه كلام. هو ده دور كابتن الفريق، دوره كابتن الفريق والليدر بتاع لحظات معينه في الملعب. دي حاجة. الحاجة التانية هسمي هي مش الشارة بس، هي مش ان انا البس الشارة بس وخلاص وانزل الماتش خلاص. حاجة دي من ضمن الحاجات. الصفقات الجديدة كلها لازم تعرف قيمة النادي الاهلي. انا داخل على حاجة تقيلة، حاجة يعني زي ما بيقولوا كده تلات اربع مصر كلها اهلاوية، تلات اربع مصر اهلاوية. يعني احنا الفترة اللي فاتت خسرنا بطولتين افريقيا ورا بعض، احنا لغايه دلوقتي بنفكر نعمل ايه، نصلح ازاي، عايزين نجيب البطوله اللي جايه. كلاعب كوره الاول، كلاعب كوره فنيا شايف الصفقات الجديده ممكن ان شاء الله تعمل فرق فني كبير مع نادي الاهلي اكيد في البطوله الافريقيه السنه؟ اكيد. ويمكن ظهرت شويه، مش عايز اقول يعني بنسبه ممكن تقول 60%، لان انت برضو محتاج انسجام. احنا ضغط الماتشات الفتره الاخيره دي هو اللي مش مخلي اي حد في لعيبه النادي الاهلي ياخد نفسه او يظهر بالمستوى المطلوب منه. ضغط الماتشات كل 3 4 ايام ماتش، حتى سواء دوري او دوري ابطال افريقيا، مش مدي حتى ان انا كلاعب استعيد التركيز بتاعي. فهو ده اللي محتاج. يعني في ناس بتتكلم معايا الفتره اللي فاتت بتقول لي مثلا اللعيبه بتتصاب كتير، اللعيبه مش عارف ايه، اصلي الحمل البدني عالي، اصل الحمل. لا الحقيقه مصر كلها بتتكلم في النقطه، كله بيتكلم في النقطه دي. لا انا شايف انه هو ضغط ماتشات يا جماعه، ضغط ماتشات. اصل انت معلش انا لعيب كنت بلعب مثلا بكل اسبوع ماتش، لما جيت من النادي بتاعي ودخلت النادي الاهلي كل 3 ايام ماتش، فهو ده الحمل اللي انت تتكلم فيه. بس احنا اتعودنا انكم قادرين على ده. اي جيل في النادي الاهلي بيجي له وقت بيبقى مضغوط. في فترات من 10 15 سنه كنا بنشوف الاهلي البطوله العربيه وبطوله افريقيا والدوري والكاس، واحيانا بتلعبوا ماتشين في الاسبوع الواحد. اتعودنا ان الفرق الكبيره عندها القدره انها تتعامل مع اللود ده. هي المشكله الناس خايفه على فريقها وعندها غير على الفريق، وبتسال هل ده عدم توفيق بس ولا في اسباب تانية لازم ندور عليها نشوف ايه اسباب تكرار. في اسباب؟ لا في احنا طبعا مش موفقين، يعني اكتر فريق عنده اصابات. لا الدولة. هي بص، هي في اسباب. هو الاسباب كلها بتتجمع مع بعض بجانب حته عدم التوفيق. يعني مثلا معلش لما اجي مثلا دلوقتي بلعب كل 3 ايام ماتش، انا بتحمل الضغط العصبي بتاع الماتشات، بس لما يبقى مثلا عندي نوعيه ماتشات مش عايز اقول ان هي برضو يعتبر ضعيفة شوية أو متوسطة شوية، غير إن أنا ألعب كله في مستوى واحد. يعني مثلا ما جيش إن ماتشات فيها لود عصبي عالي. في لود عصبي عالي، اللي هو مثلا ما جيش مثلا ألعب فرق بتنافسني على الدوري وأجي برضو ألعب في بطولة أفريقيا. فدي كمية ماتشات، مثلا بتتكلم في 6 7 ماتشات ورا بعضها، محتاجة كل ماتش لوحده محتاج تركيز عالي، غير إن أنا مثلا ممكن ألعب لي ماتشين قليلين في المستوى شويه، فاجي مثلا العب بعدها ماتش قوي تفرق معايا في اللي. طب هل متفق يا كابتن عبد الاله مع الناس اللي كانت بتقول انه لازم الاهلي يبقى عنده مخزون كبير جدا من اللاعبين المميزين عشان ما يقعش في مشكله؟
عشان لو عنده لاعب عنده ستريس اثر عليه على عضلاته او على نفسيا مش جاهز لاي مباراه يبقى عندي البديل، عشان لو لاعب اصيب او تم ايقافه يبقى عندي البديل اللي هو ما يقلش عن اللاعب اللي غايب في المباراه دي. يعني سعيد بالصفقات دي بعيدا عن انك لاعب كوره بقى كمشجع اهلاوي ولا لا؟ اكيد طبعا انا سعيد بيها، بس القصه كلها انا بكلم حضرتك زي ما بقول لحضرتك كده، ان انا اجيب صفقات وادخلها في وسط الازمات اللي انا بتحصل لي دي ببقى في ريسك شويه، ببقى مقلق ضغط على الصفقات ضغط على الصفقات نفسها، وفي نفس الوقت انا خايف ان انا مثلا لعيب بحجم مثلا حسين شحات مكسر الدنيا مع المقصه وبعد كده مشي مكسر الدنيا مع العين الاماراتي وجي عندنا، خايف انه يحصل اي دروب معاه فابدا اقول ايه دلوقتي، طب ايه الحل؟ انا جبت سؤال العالم كله بيعمل كده، ما هو العالم كله ايوه يعني العالم كله، بس احنا انا بقول لك الضغط العصبي بتاع الجماهير اللي حطه على الفرقه وعلى النادي الاهلي هو اللي مخلي الموضوع ان انت بتتكلم ان انت بتفكر ألف مره في حاجه زي كده. يعني معلش احنا امبارح كلنا بنتفرج على الماتش بتاع فيتا كلوب، مروان محسن اتصاب وراه على طول الكاميرا جت على هشام محمد بيعمل بيدلك الخلفيه، انت نفسك كمشاهد ومشجع النادي الاهلي بقيت قلقان على لعيبتك عشان شفت ان الاصابات اتكررت كتير الفتره اللي فاتت، لما محمد هاني فيه التحام وقع في لما الارض، لما محمد هاني برضه وقع بقى الجمهور خايف على لعيبه الاهلي حاسس ان في عدم توفيق وفي اصابات. فهي عشان كده انا بقول لك الصفقات الجديده لازم انا حتى انا بقول لهم يعني حتى لازم تبقى تخلي بالك بقدر الامكان، دي طبعا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى حته الاصابه دي، بس انا بقول لك لازم تحافظ على نفسك الفتره اللي جايه بحيث ان انت تظهر بالشكل اللي يليق ان انت تلبس فنيه النادي الاهلي وتظهر بالشكل اللي يعمل فرق اللي يشيل فرقه النادي الاهلي الفتره. طب فنيا بقى بعيدا عن فكره اللود والضغط العصبي، رايك في الاختيارات والاضافات الجديده اللي دخلت الفريق؟ حمدي فتحي ومحمد محمود طبعا ربنا يشفيه ويعود بسرعه للملعب ويتم تجهيزه في اسرع وقت، مع اللاعبين طبعا جيرالدو مع حسين الشحات مع عوده رمضان صبحي كل النجوم العائدين للفريق ياسر ابراهيم وكل المجموعه اكيد طبعا فنيا في توازن. هو كان من فتره قبل التعاقد مع ياسر ابراهيم طبعا مصر كلها وبما فيهم انا برضو ازاي ان انت بتعاقد مع كيميدي كلها فوق وما تعرفش في الحته ايه اللي ورا، على الاقل لازم واحد لعيب دوره ممتاز يعني مش لازم يبقى دولي بس على الاقل لعيب دوري ممتاز، لان لعيب دوري ممتاز هيفرق معاك عكس ان انا اجيب مثلا معلش وخاصه لازم يكون عنده خبره مش لازم يبقى كبير مش لازم يبقى ايه صغير، لان الصغير برده مش هيحتمل الضغط العصبي، وبعدين انا بدور على حد يشيلني كفكر الفكر ده فنيا هيساعدني اكتر، ان هو مثلا حافظ مكانه، حافظ ازاي يقف مع المهاجم، ازاي يقطع في التوقيتات المناسبه بتاعته في قطع الكوره، استخلاصها في اقرب فرصه بحيث ان انا اريح زمايلي، كل ده بيتلخص في الصفقات كلها، لان حصل فيها توازن فعلا بامانه ان في توازن في الصفقات، بس برضو لازم برضو اضيف صفقه مدافع تاني، لان مدافع واحد دي برضو مش ما انا عندي برضو سعد سمير بيتصاب كتير، فانا مش هفضل معتمد على ان مثلا ايمن اشرف بيخش سايب مكانه داخل في بيلعب في مكان مش بتاعه، مش هفضل برضو انت عايز لاعب جاي هو متميز اصلا متميز اصلا في المكان بتاعه، فدي حاجه مع ياسر ابراهيم يعني مع ياسر ابراهيم طبعا الفتره اللي جايه رجوع سعد سمير من الاصابه ان شاء الله بخير ان شاء الله يشيل الدنيا، فدي العمليه الفنيه هتمشي، هيبقى في تنافس، التنافس ده هيدي دفعه ان كل واحد يجتهد ان هو يحافظ على مكانه وفي نفس الوقت اصنع البطوله النادي. بسالك بقى بصراحه، هل شايف انه المدافعين في مصر عموما عندهم مشكله فنيه؟ في ناس ببساطه بتقول دايما الفريق بيحتاج اثنين، واحد قوي جدا وبيعمل التحامات في المساكين والتاني يكون بيعرف يلعب كوره ببساطه، عنده مهارات فرديه، عنده الدريبلينج، عنده الكنترول وتسليم الكوره وانه يبدا الهجمه حلو بشكل مناسب، يبدا يبني هجمه يعني مع فريقه كانه لاعب وسط مثلا. اتكلموا عن نوعيه عماد النحاس، هاني رمزي مع حفظ الالقاب طبعا، اشرف قاسم، اللعيبه اللي من النوع ده اللي بيبدا يحضر وعنده يعني عنده كوره، لعيبه عنده كوره موهوب. ايه رايك، هل فعلا عندنا مشكله ان معظم المدافعين في مصر بقى عندهم مشكله ان مهاراتهم اقل من الحد الادنى وده بيسبب اخطاء كتير؟ لا هي مش مع الكوره في هي مشكله، هي مش مشكله، هي ممكن ما خلي بالك ان في نوعيه مدربين بتحب ان الاثنين يبقوا شبه بعض. في نوعيه مدربين كده يقول لك ايه، انا عندي ممكن احط وتدين ورا كده يشيلوا لي الفرقه كلها. يعني مثلا جه في وقت من الاوقات مثلا تقريبا اللي لم تخن الذاكره يعني تشيلسي كان برضو بيلعب بكاهل وجون تيري، الاثنين
سيستم واحد في لعب. منتخب انجلترا كان بيلعب جون تيري وفيرديناند تقريبا، دول سيستم لعب واحد. فالقصه كلها بترجع لرؤيه المدير الفني. في مدير فني تاني بيجي يقول لك لا انا عايز واحد لعيب معلم، بمعنى كلمه معلم اللي هو ايه، يقرا لي اللعب ويبدا لي هجمه من تحت. وزي ما حضرتك قلت برضو في نوعيه لعيبه في مصر برضو، كابتن هاني رمزي، كابتن عماد النحاس، كابتن اشرف قاسم، اللي هو بتبقى مطمن اما الكره تروح له، الباك اللي هو الكره ما بتوصل عنده بتبقى عارف ان هي هتتصرف، وهو بيقطع كمان، وهو بيقطع ما بيحبش يشتت كوره، بيحب يبدا هجمه برضو وفي قطعه، وبالرغم ان في ضغوط عليه وحد ممكن يقطع عليه برضو بيحب يطلع الهجمه منظمه من تحت. كل دي رؤيه فنيه مختلفه. يعني انا برضو انا مع راي حضرتك اللي هو ايه، لازم الاثنين يبقوا شبه بعض. بحب بتميل لان باكي بيتميز بالقوه والتاني عنده واحد لاعب كوره وليدر وشايف اللعيبه اللي قدامه ويتكلم، يكلم اللي قدامه، وجه نص الملعب، وجه الناس، وجمع الفرقه حواليه، كل ده بيفيد. اجابه مهمه وطويله جدا بس ما جاوبتش على سؤالي بصراحه بقى. بعد كل اللي قلناه ده، هل مدافعين مصر حاليا في الانديه بشكل عام او مدافعين الدوري الممتاز في غالبيتهم مهاراتهم اقل من الحد الادنى؟ في ناس بتقول لعيبه اجتهدت واصبحوا لعيبه كوره مجتهدين بيتمرنوا كويس، اجسامهم قويه، في سرعه، في التحامات، بس المهاره مش موجوده خالص، غالبيه الموهبه مش موجوده عنده خالص. غالبيه المدافعين بتوع مصر بتعتمد على القوه بس، مش القوه الجسديه بس، كل في دماغه لو انا ما التحمتش مع المهاجم كويس هبقى شكلي وحش، فالمدير الفني هياخد عني فكره ان انا ضعيف فمش هلعب الفتره اللي جايه وممكن امشي من النادي. غالبيه المدافعين بيفكروا بالفكره ده، يعني قليل قوي ان لو هو متميز هيبقى متميز بالقوه، بالالتحامات والقوه، متميز بالقوه. وده سبب برضو من ضمن اسباب ان برضو وكلاء اللاعبين، ما هرجع للنقطه دي، ان دايما وكلاء اللاعبين بيتوجه مدربين ان هي تبص على المدافع في الرؤيه دي بس. تيجي تقول له بص على المدافع ده قوي، طب قوي عرفت منين قوي؟ اصل التحام، بص فوق داشن شويه، من تحت برضو خشن شويه، مش كده، هم بيقيسوها كده. لكن انا كرؤيه فنيه لا، انا معلش انا برضو ما ينفعش العب الاثنين سيستم واحد، وما ينفعش دايما ادور على المدافع الخشن. يعني يمكن انا فاكر في تمرينه من التمارين برضو كابتن احمد ناجي جه في تمرينه من التمرين، كنت لسه متصاعد فريق اول، فما ما انا من نوعيه ما احبش، احب اشغل مخي مع المهاجم. بتلعب كوره مع المهاجم؟ بحب العب مع المهاجم، ما احبش اشغل بقى القوه مع قوه. فجه في مره كابتن احمد ناجي بيقول لي انا مش شايفك زي المدافعين اللي هو يقعد يشد ويهبش ومش عارف ايه، فكنت بلعب على كابتن عماد متعب في الوقت ده، فقلت له لا انا ما احبش كده، ما احبش اخش داشم مع البدا، لان انا اخش قوه مع قوه المستفيد الاول دايما المهاجم. فهي سيستم لعب وهي رؤيه فنيه ليا انا. ليه بشوف المستفيد دايما المهاجم لو في التحامات، لو في التحامات قويه، لان دايما دايما صاحب القرار المهاجم، هو صاحب القرار. انا بلعب على رد فعل زي ما بيقولوا، انا رد فعل. قصدك هو اللي يقدر هو اللي يقدر يتحكم في في الدورات، هو اللي يقدر يسبب اصابه للمدافع، ان هو ممكن يستلم الكره ويقف بطريقه معينه او يتحرك، ممكن يستلم، ممكن ببصه واحده ويلعب اللي هو تحت الفراوده. انا في مجرد ان انا التحمت معاه اديته اللي هو عايزه، سواء خد فاول او لو فرق عنك خطوه خلاص انتهت. لو انتوا بنفس السرعه، وعاده بيبقى المهاجم اسرع كمان، يعني خلينا نتكلم ان ده 90% من الحالات بيبقى ده اللي انا بتكلم فيه. قلت له لا انا شغل مخي احسن، اللي هو اشوف الرؤيه بتاعته ايه، اقرا الفرويد اللي انا بلعب عليه ممكن يكون فرويد بيحب يحضن كتير، يبقى انا برضه انا كمدافع اتعامل معاه. طيب دي كانت نقطة أخيرة خاصة بالصفقات. خلينا نتكلم عن مستوى فريق الأهلي بعد انضمام العناصر والصفقات الجديدة والتعاقدات اللي أنجزها مجلس الإدارة بقيادة كابتن الخطيب. فرص الأهلي في الدوري هذا الموسم رغم فارق النقاط، وفي البطولة الأفريقية بعد خسارتها زي ما قلنا في العامين الماضيين في المباراة النهائية. في الدوري مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة صعبة، النادي الأهلي دايما عودنا على كده. في سنة من السنين كان الأهلي 13 نقطة فارق عن الزمالك، فارق عن النادي الأهلي 13 نقطة، وبعد كده النادي الأهلي الحمد لله فرق وخدنا وصلنا المباراة فاصلة في وقت من الأوقات كنا متساويين. يعني هي مش مستحيلة لو أنت فرحان، معلش كمنافس، لو أنت فرحان إن أنت الدور الأولاني مفنش كويس والفرقة بتاع الفرقة المنافس ليك
وقعه فدي مش فرحه. الموضوع كله من يضحك كان اخيرا يضحك كثيرا. خلينا نقول يعني في في طموح مشروع لكل نادي ولكل المنافسين وبنحترمهم، بس احنا عايزين نقول اللي عارف طبيعه النادي الاهلي وشخصيته في الاداء وتاريخه وتجاربه اللي فاتت بيقول ان فارق النقاط ده مش عقبه امام النادي الاهلي وانه يقدر ينافس بقوه. اكيد طبعا، لا المنافسه مفتوحه، المنافسه مفتوحه لسه طويل وفي ماتشات اخر مباراه. طول ما الفرق مش مساوي لعدد المباريات يبقى انت اقول لك مبروك، لكن لو هو مساوي انا لسه الدوري في الملعب، انا مفيش مشاكل عندي، انت هتلعب وانا هلعب واللي يكسب ايه يعني الأخير. مع المجموعه الجديده اللي اعتقد كمان الفتره الجايه في تحضيرات عشان كاس الامم، هيبقى في شويه توقفات في او فترات اكبر تدي مساحه استعداد للمنتخب مع جدول الدوري او مع المسابقه، وده اعتقد اكبر مستفيد منه ان شاء الله يكون النادي الاهلي. ده هيوجد حاله تناغم وتجانس مع الجهاز الفني الجديد ومع اللاعبين الجدد. اللاعب الكبير دايما لازم دايما ياثر الفتره بتاعته في ان هو زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام كده، لازم تاثر الفتره بتاعتك ان انت تظهر في اقرب فرصه ان انت باحسن مستوى. طالما اثرتها يبقى انت هيحصل معاك تجانس بسرعه مع اللاعب اللي جنبك. دي حاجه. الحاجه الثانيه سواء على مستوى الدوري العام او بطوله افريقيا، احنا امبارح شفنا بطوله افريقيا، انا مش شايف برضو ان في يعني ما فيش تجانس، لا التجانس هيجي يعني هو برضو واحده وهيجي بسرعه لان عدد الماتشات وزي ما حضرتك بتقول في توقفات كتير هتحصل، برضو هتخلي هتدي فرصه للجهاز الفني يشتغل مع الناس ويوجههم صح ويديهم تعليمات اللي هي تفيد. انا متفائل ان شكلنا هيبقى مختلف. انا متفائل من ماتش امبارح، بالذات في بطوله افريقيا، لان معلش مش شايف الفرق يعني فرقه مع احترامي طبعا لكل فرق افريقيا، مش شايف الفرق امبارح برضو اللي هي حاجه تخوف يعني. فيتا كلوب امبارح فرقه مش اللي هي برضو يمكن فرصتين بس مش الفرقه اللي تخوفك. جايز ممكن تخوفك هناك على ارضها عشان حاله الملعب اللي هم بيلعبوا عليه اللي هو ان الجيل الصناعي، فدي هتبقى فيها ريسك شويه. وجمهورهم والاجواء اللي هي بتاعت افريقيا. بس شايف انه فنيا الكفه لصالح الاهلي. لكن فنيا انا شايف ان احنا يمكن بنسبة 60-70% يعني بدأنا نستعد شوية من شخصية النادي الأهلي اللي هي بضغط بطول الملعب من قدام، يمكن في شوية سلبيات في نص الملعب دي ممكن برضو تتعالج في بنضيع فرص وبيتكلم عنها الجهاز الفني. موضوع الفرص ده برضو لازم نتكلم عليه. الكوره في النادي الاهلي وقال لازم نستفيد بالفرص اللي بتضيع في المباريات اللي فاتت. هو ما قالش تصريح ده عن مباراه امبارح تحديدا، لكن قالوها في اكتر من مباراه، واعتقد ان احنا لازم الجهاز الفني يبقى له واقفه مع نجومنا ومع لاعبي الاهلي في انه لازم نستثمر كل فرصه، لان أكيد. فرق الاهداف بيعمل فرق، وده بيدي صوره او بيصدر رساله كمان، الكل بيعمل حساب الاهلي في المجموعه اكتر دايما. وهي دايما هي الاجوان عدد الاهداف اللي انت بتدخلها هي اللي بتدي الصدى على المدى البعيد، وكل الفرق اللي حواليك المنافسه بتقلق منك على عدد الاهداف اللي انت بتعملها. لكن انا ما بدورش على الاداء، انا ممكن اعمل اداء كويس لكن اكسب 1-0، لكن 1-0 دي الفرق المنافسه ما تخافش منها لان انا اسمع النتيجه بس اقول ايه 1-0 هذا الماتش كان ايكوال عادي يعني في الملعب مفيش مشاكل. لكن لما اجي اسمع ان الاهلي كسب 5 او كسب 4 زي مثلا البطوله اللي فاتت بتاعت ماتش حريه الغيني، فالقصه كلها تدي صدى، كسب النادي الاهلي كسب 4 فدي بتدي صدى، فانا بعمل حساب، لا انا عنده الفريق ده عنده 1 و2 و3 فبعمل حسابهم. هي النتيجه دايما هي اللي بتعمل الصدى وهي اللي بتعمل الرعب في قلوب المنافسين. وكمان عشان في ماتشات ما بيبقاش فيها الا فرصه ولا اتنين، فاحنا عايزين لاعبينا يتعودوا انهم يجيبوا الجون من اي فرصه وما نتعودش نضيع فرص كتير، لان في ماتشات هيبقى ده جون المكسب. لو اتعودنا نضيع فرص كتير بص هي تضييع الفرص دايما بيوصل الجماهير معلش لحاله التوتر. طب انا ليه اوتر الجماهير بتاعتي؟ ليه بلاش سيبك من الجماهير، ليه اوتر زمايلي في الملعب؟ ممكن في لعيب معلش مش لازم كل اللعيبه شبه بعضها، بس انا مثلا ممكن في لعيب عندي واحد من ضمن ال 11 لعيب اللي عندي في الفرقه بيتوتر من الحاجه دي، فممكن يتهز جوه الماتش. طب ما ساعدوش انا بكده، لا انا اجيب الجون عشان على الاقل هو وهو بيقدم معايا في الملعب زميلي يشيلني باداء 100% لو انا قصرت في حاجه. هما احنا عايزين او بنطلب دايما، الجمهور بيطلب اللعب الايجابي،
اللعب على المرمى على طول، لعب بسرعه. كريم ندفت بعد نزوله دقائق قليله جدا عمل ضربه الجزاء وتسبب فيها لانه اتحرك بشكل ايجابي واخترق ودخل في منطقه جزاء المنافس. نفس الطريقه اللي احرز بيها ناصر ماهر الهدف، تحركات محمد هاني وتحركات المهاجمين، يعني فكره اللعب بشكل اكتف او ايجابي قوي على مرمى المنافس ده بيخلق فرص وبيسبب ارتباك للمنافس دايما. اكيد طبعا. هو بص دايما اللعيب لو انا بدور الهدف بتاعي ايه، انا نازل جوه ال 90 دقيقه نازل اعمل ايه؟ نازل اجيب جون، احط الكره جوه الشبكه. الطريقه ايه اللي انا هنفذ بيها اللي بيقول لي عليها المدير الفني؟ بحاول بجتهد ان انا انفذها. ما اتنفذتش بشكل كامل، بدور انا بشكل فردي كلاعب ادور ان انا اجتهد اعملها. وصلت للجون ماشي مفيش مشاكل، دي حاجه كويسه. لكن الحلول دايما لازم يبقى متعدده، لازم انفذ الحلول دي. الحلول دي لو اتنفذت هتجيب عدد كبير من الاهداف، اللي هي زي ما الشوط الاولاني كان عندي فرص ضايعه. ليه؟ عشان ما فيش اهتمام شويه، في عدم اهتمام ان انا ممكن اكون مهتم بالشكل الجمالي شويه، مهتم ان انا مثلا اجيب اللعيبه بدا الوقت يمر وبدا بقى نجومنا يركزوا اكتر على احراز فأنا هدف، فانا ببدا اركز شكل اللعب ايجابي اكتر واسرع. الحميه دايما بتجيلي لما ابدا اتوتر ويبدا الضغط يزيد عليا. طب ليه؟ طب ما من الاول يبقى العب كده من الشوط الاول، لا اعمل كده من الاول بس. وده اللي ظهر الشوط الثاني، ده اللي ظهر الشوط الثاني. اول ما جبنا الجون الاول بدات اللعيبه تتحرر من الضغط اللي عليها، وبدا يبقى في شكل كويس ان اللعيبه بتنقل، بجانب طبعا التغييرات بتاعت ناصر ماهر وكريم ندفد برضو فرقت شويه نسبيا، ان انت قفلت نص الملعب وبدات تنقل، وبدا يبقى ليك شكل في نص الملعب ان انت متحكم في رتم المباراه، ان انت بتنقل بعدد نقلات كتير في نص الملعب، بالرغم طبعا فرق العدد والطرد فرق، بس برضو ده اللي كان لازم يتم من بدايه الشوط الاول. في النهايه يعني متفائل كابتن عبد الاله بمشوار الاهلي سواء في الدوري هذا الموسم رغم فارق النقاط وبالبطوله الافريقيه؟ اكيد طبعا متفائل جدا. يعني انا دايما في حياتي سواء العمليه او الاسريه دايما بمتفائل باي حاجه يعني ربنا بيكتبها ليا الحمد لله. طبعا الحاجه الثانيه دايما متفائل ان مفيش حاجه مستحيله، يعني مستحيل ده ما اعرفوش، اعرف ان في ربنا بيسبب الاسباب ان انا باخد بيها، بجتهد بتعب بعمل اللي عليا، بقول يا رب في الاخر الحمد لله ربنا بيديها لي الحمد لله. اشكرك على وجودك معانا لاعب النادي الاهلي السابق الكابتن عبد الاله جلال، شكرا جزيلا لك. شكرا لي. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه، ومره ثانيه بنكرر التهنئه للوافد الجديد الكابتن حمدي فتحي. حمدي لعيب مميز باجماع الاراء وكان مطلب جماهير التعاقد معاه، وان شاء الله يكون اضافه كبيره للفريق في الفتره الجايه ونستفيد بيه فنيا بالشكل الامثل ويعمل فارق طبعا للافضل مع زملائه في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. بشكر حضراتكم على المتابعه، شكرا. نهايه هذا اللقاء، ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل، فقراتنا مستمره ومتابعه الرياضات واللعبات الاخرى مع الزميل العزيز خالد العوضي.